نبيك عليه الصلاة والسلام وحين نقانا إنه تقالك علي تقالك وقالي وحكم إذا تقالك أحد أحد قالت القريشين با مسلمين تكسود دو شيء نبي عليه الصلاة والسلام ساجد كشر وقطي هو يديم حين يالله مين وأبحنا مسويلو تشوقنا تقالك هوريب بدر دالي رب بدرو مسلمين وانك قيب قلن يدت لحما صدوه هسي وحيد هذا أنبحنا حين قالت هلك وقسوينا حق هران سواء رقم والله سواء بحي نحن مركين لمرئي يعني وايل سياسية وعبد الله بن أبي بن سلول إلى رأس المنافقين كان منافق لماذا كرسي سياسي ذي بأوقي أنت بضم بين علماء الشيخ وهي نبي محمد مدينة وحو يمي يسأل تاج كيسة لتلي تبتنا وحو أركا يا بي نبي محمد وهو قام انت ومدك قاضي وكرسي سلومي نكا كان وحو إلى أنه قدت كي وايال كي مقالة دولة لنا أنا لا أقبالي ما يردالي يردر يوكنا ولا أقبالي حوالي كن بيس هاي دتك ماشي مري بس صدح بقول دت قاري يدبو تشب صدى وكان قضي دقالك طب هذه بقول الصباح ده دقالك قشي قال دي ولا تشبيه مركي هوري سي تاريخ تقوى ده نقارنا كوح مسلمين تكم دو نبي بميل يلي يلالي يا يلي ورقال دي تشب تايا حين ويشي كسوغي ناي نحوالا وحكا بوم غريمة دو يينا نافي كما لاحظ هاي كيما دقالك بس كوسوغا وحوار وقرطي قال لي وسور وقال علي سي ماشي نص على واكان مسلمين تي وحكم لعي مركا كان شد ادو حوكا وكان صدي انت ضباط ترنين وصحابتي ووينيدا ونبي اديركي وكتشر الا الديلو بل ايه لا تمثيل وسميه لقو قويه بيرك حمزه قفض مريم على لسه زي تاريخي انا دوسون نقليا وحي قاعد حد نبي محمد عليه الصلاه والسلام قد لو قضي وكل عرف كوفي دي برتا هيدا مدحه وكسيتا اي دبنده كغشو روشن هوسن لغا تشبيو دغالكو كوصلاده حد ان يري صحابه انت سبكل غرن ويده يغو دخدوده استلال إن يريو كوحي أي كسو هردو سغال نمبا كسو هردو سغال كي تضبا كميدا حبد حبد لو ديلي انسحابا يسميينو بور سلاهدين كرة بور تيو نبي محمد فولي كريو أيو الله فريستي سيو وغطا اللابا ماشاتان سلاة دي دهورو فنقا كتو كدي مشكلت با مسلمين تسعو قاندي نبي عليه الصلاة والسلام ينسحابا دي صحابا دو مركي الله تشابي رغوا وينو صحابة كم إذا مالتها سفي عن بالله شوي قوب قاس أردت كي رقبة مدينة كو قلي تولي يوم الزحف تشيستي ومدينة قلي قضية دا الصدى السيبا إلهي القرآن سودة كي إلا برا يا نبي محمد سيدو ولدك ما صحابة انشبتي وحنو اللي بقبصتي صحابة أخطاء دا قشي أخطاء ما كان عاي إلهي بقى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة لكن نبي قصد الله يدعو لنا إلهي وحليه سبحانه وتعالى في سورة آل عمران آيات كجرة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إلهي سبحانه وتعالى وحليه فبما رحمة من الله لنت لهم إلهي إن حريص حقي سكتني دراديت سببتيت أياد وقد بعده وشلع سناتي با إلهي لي صحابة داتي إلهي با قلبي قاق إن حريص قلي با للي حداد أهان الله يتبا إلهي لي كؤن قيقن وقلبي آدك فضا غليظ الغلب وطبيعات قلب سن وقلبي آدك وأن حريص دباقون حداد أهان الله لم فضوا من حولك با إلهي ويكايا إلهي ولو حقنا الشهده حق ابن آدم كمر راعين حق يهي وقره لما رأى البدن بوحو بهذا عدا حق الشيغي سائنين نقطه عد بشر هو قامين كرته ودي كرته هدو وداتك وشعار نقطه دا بعد قلف سن ولو حقنا هالشيغي وادكت ينو ياشو أتباعي عد وحكا براطي عد لشوكته إلهي مركز يوحو ليه سبحانه وتعالى نبي قسي محمد عليه الصلاة والسلام
هداد قلقل لفسنان لهيدو دبيعادات كان لهيدات كوكايا إله إمحي البللي مكا وضعي عين كاو إكايا سيداي وكشبين اللي بتاسي سوقا داي لهي وحولي فاعفو عنه عفي صحابة غطان واستغفر لهم إلهي ندم دافو ويدي وهي خطيئة قلين إلهي ندم دافو ويدي وشاورهم في الأمر با إلهي أرن كان وح كسي تلاضة تتكبر با وحوه يستان تلاضة إن يرو صالحين وننت يقواف كسا صارتين إليه ما هي تلاضة وما الدالي إن وح لقسي يابي حقو لهذا إلهي وحكو لي النبي محمد عليه الصلاة والسلام يسيقو النبي والرسول وضدك إلهي كالدورتي أو عقل بضن أيها وحل لي أو وحي كسو الدقى يو إلهي هقى يو أيها إلهي وحل لي تلاضة ضدك وحسي عفي وإلهي دم دافو ويدي وطلد روح كسيبا إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد عليه الصلاة والسلام كاسب كل نغم إيادو الله تشبيبا يوحي النغطي إنه هدانا ضدك كانه ودبوه قامين كروه ونباته دي سوق قانا يكسوه كبان كران نبي عليه الصلاة والسلام مكة غير مكي ويدي جيسموا هي إغاني كفر إستي والله نباي وحي سوق عندي عدي ونقربوا أهيد قال يا مسلم بعدي دون أنا هاداني أما أبي طالب هالنقطة أما خديجة هالنقطة أما إني دنتين صحابة دي كم دينا هجروتي أما كبح دي وضع النظر وحي سكو دي نبي عليه الصلاة والسلام دعوة ينفذيه بالخير ما كواكوانو أتكاد إيه مدينة ثانية ثقيف إنه تقوه غير بري ثقيف طائف إنه تقوه والدعوة كشيغوه غير طائفنا وحي كالهر يما دنسين تاريخ تقوه إنه دقا دي كي هرابا كدران ولا سوشي دي دمر يعرف البال قدري ليك بمدح سالة يكهر قمدها عقاها ليكو كدائي النبي عليه الصلاة والسلام حديثك الصحيح أكو قرر نوحو تلمام إياه إنه النبي قول إياه إفاقة مهموم كسيدو هاي أور وري ما برارقين أما ما انتوسين ووحو ما انسار كي قول إياه نقو قرن الثعالي بمرأي إنتو إنت أسعون إياه كأن آمو هموم كي يلبتي هاي ستي مالو وصعدي مالو مرأي بقرنيني قرن الثعالي بأن نقو مرأي بأن سار كي قول النبي قول إياه عليه الصلاة والسلام حالة دعين كاسي يسوكو كتيرة ونفسيا سيدا عديني قدر يا مي يا إلهي من عند ملك صادر ملك بلا صادر حديث الصحيحين كوتشر بخاري مسلم حشيقية ملك باوي مويري يا محمد إن الله قد سمع قول قومك وأنا ملك الجبال إلهي وهم مقلي وركي تلكا وحي كاله ريما دين أنونا وحنا هاي بغرك بوره وحل صار ربي بانا إيكا صادري وحان الله إي صادري لتأمرني بما شئت فما شئت ما أنت وحد دونتين هذا أمرته إم حد ربطه حداد ربطه بولي إن شئت أطبقت عليهم الأخشبي لابد بورود إما كهر راكويا لا كورنت أنو قادم بشك صاريا غير بكا حد في الليل وفكين عادي قاهي إنتو تضحقوا شيئا إي الدلين وكوك لونتك إي شو الدلين وإلهي وقرقار الله إذا هذا بوراد بشما لغا سارا لول كإله ولقوا بادر الله إذا بادنته وابقى صحر لكن نبي محمد عليه الصلاة والسلام قلبها أوسع من ذلك وحليا هاي فقال بل أرجو أن يخرج الله من أسلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا من يعبد الله وحده ما يقول لي وحى الرجين يا حتى كوني هدينا قاعد يقول لي الهي نبر كودا كسو صاره قال الهي كلي عابده وان عدنا وشريك يلي الهي سبحانه وتعالى وكسو صاره دينتين وما انت هاي سلمى دتكي نسو قرسي كواسي هاي قريشتا يا انصار تاسي مهاجرين يا انصار هو دتكاس قمدها هي هاي نبي محمد عليه الصلاه والسلام صدح هي تبصنوا ايام كان لو ديبي isagoo madaxiisa geel cascas la dul saaray oo baxsiyo ka baxay maka dhowr iyo toban maalmood buu dhexda ku sii jiray akhiira wuxuu tagay maxay madiina madiina quraysh kuma dayna dagaal bay ka dabageysay
لحسن ضاده كلي ويرقو هيين هدنا وبدر يوحد يخندق يوحي إلا ما تدعين حيو دي دينينو حرام كوصاعم رئيسه سقال يتوان صنة ضاد مركا يما رئيسه أي أقبلين إني هشيس لقلا لكن هدنا هشيس كمركو لبصان وقود الشري أي بريه سنة كوابي الله تنات أي هدنا هشيس كي بريه نمان كاسا قال إيه طبان كاسا نضاد علاد دود حيسي لما سنو قرين تي له شيء انه شيس كي بريي ايو نبغو عيدا سوقا عدي اسغا هشيس كو راعدين دغالده كو قاداي ايو نبغو ماركا سو دوري سغو سيدت كون لا تبا كون عيدا و دخايا و تو مكا سو غالاي حوب بو قيبا كميدا مكا قورس مكا بركو سو غالاي قريشي وا اسو تك تك تي و خلي دا الله هذا النبي قال له عليه الصلاه والسلام حفل الإسلام بيوري مكة لما أنت ورك لما يلونس بهم به سهي أخ كريم وابن أخ كريم وكاس الشيء ولا الفي عن يعني هذا في عن بان الرجين إن أين المقطع أهل السير كوحي سوري يعني أنه يريد انطلقوا اذهبوا فأنتم الطلقاء ولما الحديث أنه حيد هذا سنة كوبا صحي لكن سنة كلاي حصن كل شيء قيام بيسوأر وريان وإنه وادي ونبي الله يوسف دلي شدي ونشاغي لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين لكن القصة بمجملها وحويان وعفي لما كنت أسأل صندوق دغال كود حي وحول بالله إسرى الصوم مريمك قب صديك صحوق بطي مو أرن مضحك قريان حبدك بحصن إليه نبو عليه الصلاة والسلام وإسك عفي نبو عليه الصلاة والسلام isagoo dagaal ka soo noqday ee meel dooxa laba buuro dhexdooda ayaa ciidanka muslimiintu degeen dhir baan kala hoos harsaday geed weyn oo meesha ku yaalla nabiga loo baneeyay alaydi geedka nabigu harsaday inana meelayna kala harsan nabigu calayhi salaatu wasalaam geedkii uu iska harsaday safety uu sitayna lambu sunday geedka ka mid ah dabatana uu iska seexday مدة قالك لقسو السعودي ولا دالنا بين بالكوري الصبح بال السعودي يدول الدالية ما شاء الله كيف صدي قال دي نين كم يدون بابا يسخسو نح مراي عيدا كي نبي محمد وقيد هوس كيف أبو يسسو يدول تالي سيفتي نبي محمد بولا صباحي عليه الصلاة والسلام دبا ترى قلقه كساري نبي قوحو إناك على قاضي يدو قل دول تالي هاي وسيفتي نقعنتك وهيستو قال بمرك هذا وحوار كان نبي محمد إنه كت خلص كم أنت يا جاي بوحكوا لي ما يمنعني منك يا جاك عدعنا يا مانت يا جاك عالم نبي عليه الصلاة والسلام حول الله إلهي بيا جاك عدع ما كل علي سجوا ما قل قرصنا تاس ما يمنعني منك بولي يا جاك عدعنا نبي عليه الصلاة والسلام مركل وكوا عليه دنا الله رواية البخاري وحي لها هاي سيفتي بقلتها كعلي رواية كلا حديث تصار وراي وحي تلمامي هنا يكبرنا عضي تبتنو نبي قاطع عليه الصلاة والسلام وسنا يقول من يمنعني منك أنا قنا ييجا كاربي هذا ما مركا سوبر يوتا موح لي كو سيف قاطك يو خير بدنا النقاط سكي كيعرف منك يو هل كفر ديو نبي قنا سيفتي سيحستي سحواضي صوت أستي ووي مادين نبي قلت صدي بو الشيء أنا قلت لك أنا أحمر ما مقشين بو يجي أنا قلت لك هاتشي فواعين كاسي نبي قلت لك عفي وكما بدحوينا ما أنت الدوني دا تشوغا يسكو داي دي لنتا لغو السماية ورن دونا وان اسك عفي اسك بحو نبا ان هستر كما هستان تاريخ دا بن آدم كالله هي انسك لا ايام نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام دا قال الذي سقي يهود دا دحمري حكم إذا هذا قال كي خيبر، ده قال كو أتكاري ولي باها. نورمال ما تصحاب ده يتقال لميين أي فرنك رواية. ما لتين دم بيقول نبي قولين إن إلهي رسولك سوف تجعلي إن سنة جعل بانو لي بيا راية ده جهادك. علي بن أبي طالب وبكورة كل عضا يوم الفردي وعلمي وبكورة يسيه اللي يدو ويارا وكطفي إنها إلهي في وقسيي علي بيقول لي بي. والله ده قال لمي أخيرا ماشي ويقبصدين خيبر مركي اللي قبصدين مركي يهود الوحيد هذا محاط لا حق وحسك قرني عموين محاين ويا الله
مؤامرة ثانية حلينا الصبعين كتخلصوا نف أريا أيها هل كان لو شيلي جبتني وحل يدي حقوك علي هاي الذراع وقوك علي باليدي نفك الصمايو هل كان صمتك وبضية باليدي ماشو سقوك علي هاي نبقى عليه الصلاة والسلام بأن نف أريا لما وفي الله كان يا صحابة دي هديات كما ديري شين النبي سافر استوري صحابة ديو ونسبة للودية إلهي بقى واحد يودين نفك السميسي ذراع وقر وقاضى والشاقين السميسي تبتنى النبي عليه الصلاة والسلام تقول لي قيبو حولي يهود وحي هلقا بشوقة بليقو يارا والله يارا حكوا النبي عليه الصلاة والسلام إني سائلكم عن شيء فلنتم صادقي عنه يهودا وحبان دي ويدين يا يقول ما يشي غيسا ها بيدا دا الرنبا نكو شيغينا حنا بقول من أبوكم يا أبيهنا يا قواب ترسطان وحيدا دا فلان بن فلان غير هبل بانونا كذبتم بل أبوكم فلان بن بقول بين بأي شيء غيسا أبيهن هبل ما هي غير هبل باتين هبل با قواب ترسطان وارن طابيدا دا والرحمن اللي ويديني يا مركل وكو علي يقول ما يشيغيسا ها بيلا هذا وايه هدان وبين شيغنو ده هو بتقرر يسا بيلا انسانات كم باو قراتل وكو يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أهل النار نار تيق لي حيلا دين إن يربانو أنو كتشيرينا ده بتنا إذا كان نوغا ضبينو يا يهو دوحن رميسان تي أفرتك يا عشاء يدبق عابدين إن يو أنت على عذاب يو كدي من الضقة كلام وقرا يو يو بايك بحياة هنا وحقا بنا نو كشرينا لكن إذا كان نوقد ضمبيني نبو حقول إخصأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا كو هوجة إله ما كنا أرتينا إن ولقي إذا كان ضمبيني النار تقول وروح بعدي ويديني الرم يشيء جسم بين هذا نعم يا أبو القاسم بالليل رم بنا كشرينا بالليل النبي يقول عليه الصلاة والسلام هل جعلتم في هذه الشاة السمة؟ نفكنا أريغا سمة قدرته ما سمة يسين هلبك مركا كان وركو وعدي وحي سميان وكلا قرن ويا قالوا نعم بينا واسمين قبل قبط الله يا النبي قمور يقول فما حملكم على هذا؟ ما حملكم على ذلك؟ حائدكو حمباري حائدكو كلفي إن السيدتين يا شام ويهود وأن من انتليجنت ما يلقى لا يسقط ديانين كبحان وحيدا دين وحن الربني تهدد بين الله تهينا إن أدنا نافته هدي النبي تهينا دول الوح يوني واتسكي بتبادي دونتا ساسين راهي بينا دين وحن الربني هدد بين الله تهينا إن أدنا نافته هدي دي النبي تهينا وا إن كنت النبي لم يضرك نبو عليه الصلاة والسلام وحبكم واسكع فيه ولذلك بقى إمام البخاري وحبه بابه قلت بابه إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ قال هذا هذا المسلمين تخيام ويسو من العفين يا أبو بابه قلت لك دبت أنا حديث قبوك سقطت الماما إياه إنه نبي محمد عفية عليه الصلاة والسلام صحابة هو حكم إذا هاني اللي رجل قيس بن عاصم اللي من قري غير بن التميمة قيس بن عاصم حديثك حسن لغيره أدب المفرد كقصار ري شيخ الألباني وأنا قلت الإمام إنه نبي يقول عليه الصلاة والسلام هذا سيد أهل الوبر غير بادية وأضيقونا قيس بن عاصم وحوها نوايلة وصحابية وحول بضل وهلكوا الدقاء اللي لدقين بين هذا الحوليس تربني دو هذا دلاتي توحدوا الدقاء دقي كلمة دقان نكان حول بضل دو خبه وأنك النبي جو يديني عليه الصلاة والسلام توي ما تحاول محوف يعني والنبي قوت المام يجي حالها أنت الله نقضوا إن الله سكوب ضينين وكله نك كاني عرفت إن أنت ويا قانين بين الضلقات كوع عم بحي وأحنف ابن قيس أحنف ابن قيس وأن في زمن الجاهلية النولا نبي جب عفدي سجوجي لكن نبي جان الله كل من صحابة دي لك كل ما يو إسلامي مركا هو تابع مخضرة ما نبي قنا ما أرك هدنا هو إسلامي وحكم دي هي
عربتو دد با كعام بحا وناجا مثلا حاتم طاي داغ با كعام بحي نين كان انا عربتو وانيك الدلقاتك وعام بحي احنا في الموقاش سوحل انا موقال كيسا نين إلا هو قدالي وقامان وان قرح بطنين بوها بلاينا موقالهان لكن وحوها عربي نين كي تلاهدو حلمي ايا الدلقات مركا لغور رمو وييل كينا احنا في با وحال ايد الدلقات كان ايا وياكو باري حولي قيس بن عاصم ما كبرتي قيس بن عاصم كان كبر من السحابي وكبرتي وسوق كبرتي وحولي قيس بن عاصم وقوب فردي النادي جيسي وشاكين ايو هضل ايه سكدون يسانو هضل ايه ايا وحال كان انا نودل ايو ميدة ايا كيد دي الله سكوة ضحن حدن بالله كان تبتنا كي حد حدنا بو سيدا ويقو حولي ورياده لقد ضعفتم الفتاة واركن وارقاق حقالي سينا دوا كي دل كسمي واركن وارقاق حقالي سينا وارب الحارقة كفر ابو يولي حارقة الله كفر تبتنا وحكو يولي نكي بو الله هدلا يو ورياده وحات سمي سوا وح فالكم طلقة تردي سوا دي رئيسي حوقي سينا وضعيف سينا عدو قانا واد حوشي سي ربي قانا واد دنبات كقشي رحمك يا قرابة دانا واد شرطي اسكسي داية بكوي ميتكي إنن كي سيبا اسكوة داي وحكر إنن ودلا يوكالو مشتا قبو حكولي دقيسو ميتكنا سو تجيسي مايرو او دياري ومركا حباشا لغرد دي سلاة لغتو كان يغيسو شاك سلانتي إنن كان رشينا فإرها كمان مدى هبو يلو وانا حيساية قال هل كاتشو قد دي دي كسية وحيدا ذا الموقع عيش شركة إساقو سيدو فردية بدلين أولي ورمية وآن كعينو قد يداني با أرقاق حقالين أيوحو فراي كان إن لسيدا يوح دلي كان لدلينا إن لديارية ميتكيسة هو يدينا إنن كيدي با لدلين مقلصيو ميت كان مركا لديارية إن لو يرد بيتنا وركيسي بواتي احنا في بن قيس وحلي ما انت مركان اركي قيس بن عاصم سيدو يلي ما انت اسبان دولغات كبرتي بيري حرو جيدنا وحي بدر كا هواكا اما هدو خطا يسوو دعبا غزوه احد ما كاي دعدي واختي دي مسلمين تو ايسكل غرو ويدي استليسي مركي عالم كودي رايدي ايغنيين مصعب بن عمير للدلي شبكي وقبل أبمي أي يسبك لقرن وأيين ده تنا مسلمين تعد حدو ده يستي شيء حذيفة بن اليمان أي وحاركي أبيه حذيفة أبيه غزوة البدر بركي اللي قلت شريبا يبي مدينة يمادين مركا ضد معروف وآد الله قرر يماه حذيفة وحاركي أبيه يو صحابك على سيفكو بوبيس دبا تنوي استاقي سقولي أبي 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 وروا أباهي وأباهي سقولي بو استاقي حذيفة عيدي ومتشي سنو دقال كو سعدات تكوى بردي بيه وضي سيفتا لغم بابي كوى لغا قسي وضيفة وحيسة سيدو التاقي أبيه ونفتك بحضو كوى لغا قسي رقد لينا يسحابيه وإيغا وحكوية لي مكاسي غفر الله لكم إلا أهي الدم بيجينا حلا فابو لو سكتاك حديثك بخاري وحط الماما يا أما أنت كدي خير كمسو لين حذيفة سودات كاسي سيقعي يعني أبيه يو أركا يو هرتيسا لقد له يو لي وروا أباه يكا داية أيو كقاعد كروا أي مكي إلا الدلينا كو يدلي وحو أركا إلي خطا كو الدلين دابا تنيا يجيبو الدعين يو حلي إلا هيدا بيقينا هداف هدي قضايات كدلكي كو أيهين قضايات كسا كيام حابو مالين سامركا يانا لما قصة قرآن كوينو تلمامي تلمامي راكو حكى ورمي في سورة يوسف نبي يوسف يا ولا الذي وحيد حمري نبي يوسف او انا يرى اي ولا الذي حميين دابا تنوي قادين اني الدلان يني قد كل دان بك على دورتين قد بك كل دي الما يرى عفور قد كل دي صفر با صومري ويقاتين وأضون صدين وإيبيين أضون نمو قدعي هذا أول قد بكتري قد كمركو بحينا أضون نمو قلي والله أدون صدي
gabadhii Caziizu Masr boqor kuu qabay baa hunguraysay waa diiday hala xidha baa la yidhi tani qoyskaa buu ceebaynayaa haddana jeel buu galay xabsigii buu 10 sano ku dhowaad ku jiray ilaahay baa ka soo daayay madax buu noqday nabi yuusuf nolol aad u kala durugsan buu maray markaa nolol isagoo yar aabihii laga kaxeeyo iyo reerkoodii iyo god lagu rido oo la adoonsado oo jeel uu galo waxaasoo dhan markuu ka soo baxay ayuu haddana madax noqday isagoo wasiira oo madax ah ayaa walaaladiisii godka ku riday u yimaadeen wuu wanaajiyey waxba uma sheegan walaalkiinii keena buu ma jiraa wiila walaalatiin ahaa walaalkiin haddaa keentaanna raashkan idiin badinaya waa keene akhiiran walaalkii makiida uu kula hadhuu samaystay oo ah saacii suwaacilmalik boqorku wixii uu wax ku miisayay ayaa weelkooda lagu riday waa la baadhay weelkii walaalkii waa laga soo saaray walaalkii buu rabaa inuu la hadho marka kan haddana iyagoo nebi yuusuf hortaagan ayay haddana isaga caayaan iyagoo aan garanaynin qaaluu in yasrib faqad sadaqa akhun lahu min qablu bay yidhahdeen hadduu kan yari waxaday ku ka weyno ay walaaliyiinoo tuugaba ahaan jiray bay yidhahdeen waa yuusuf kan hortaagan ay godka ku rideen haddana boqorka ah ayaa waxay leeyihiin kan yar hadduu waxaday walaalkiibuu la dhaqanyo waxaa jiray mid ka weyno ay walaal ahaayeenoo tuuga ilaahay wuxuu leeyahay faasarahaa yuusufu fii nafsihi walam yubdihaa lahum qaala antum sharu makaana wallahu aclamu bima tasifuun yuusuf wuu ka xishooday xataa inuu yidhaahdo beenaalayaaliya idinkaa tuuga ee wuxuu ku yidhi idinkaa ka shar badan buu hoos u yidhi baa ilaahay yidhi naftiisa waxba iyaga kuma odhan akhiiran waa yimaadeen wuxuu u sheegay inuu isaga yuusuf yahay kanna walaalkiiya ilaahayna badbaadiya aabihiina i keena buu yidhi qaaluu tallaahi laqad aaharaka allahu calayna wain kunnaa la khaati'iin bay dhahay ilaahay baanu ku dhaaranay ilaahay waa naga kaa doortay annaguna dembiilayaal maanu ahayn bay dhahdeen wuxuu ku yidhi laa tasriiba calaykum alyowm canaaniba korkiinna ma ahaanin yakfiru llahu lakum ilaahay dembigiinna ha dhaafo wahuwa arxamu raaximiin ee iska taga yacnii yuusufkii ay godka ku rideen haddana isagoo markuu bilaa tamarta ahaa god bay ku rideen godkii wixii ka dambeeyeena wuxuu noqday inuu addoonnimo iyo xabsi uu galo waxaasoo dhan isagoo soo maray ayay haddana cay ula yimaadeen isagoo madaxa waxaasoo dhan buu ka cafiyey bale culammadu waxay yidhaahdaan yuusuf reer kale lumay oo isaga iyo walaalkii dhan mareen oo inamadii kale dhan mareen oo kii u weynaa inamada kale waa kii yidhi markii ka yarna la waayo anigu aabbahay ku noqon maayo isna dhan u baxay odagii indhabeele yacquub ahaa nabiyullaahi yacquub reer dhan buu dib u soo ururiyey reerkaa wuxuu isugu keenay bay yidhaahdeen kelimataan cifatu llisaani waalcafyu bay yidhaahdaan carabkiisa oo aanu ku aargoosanina uu dhowray xataa waxay yidhaahdaan walaaladii isagoo khaatirkooda dhowraya markuu ilaahay baryayey wuxuu sheegtay maxay waqad axsana bi id akhrajanii min asijni wajaa'a bikum min albadwi buu yidhi ilaahay waa ii saba falay markuu anigana jeelka iga soo saaray idinkana baadiyaa idinka keenay ilaahay buu u sheeganaya jeelka iyo godka iyama daran jeelka bini aadam baa ku nool oo waxba lagu siinaya dad baad la noosha god cidla adigoo caruuray lagu rido godkaa khatarsanaa labada mu odhanin bay yidhaahdeen ilaahay anna godka iga soo saaray idinna baadiyaha idinka keenay isagoo khaatirka dhowraya buu wuxuu yidhi dembigoodii iyaga ma sheegina dembigii boqortooyadu sheegay ilaahii anigana jeelka iga keenay idinkana baadiyaha iga keenay waxay dhahaan waa cifatu lisaan xataa in yaroo tajriixa inay dareemaan ayuu diiday waanu cafiyey annimaadna cahdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu naqaanaa dhacdooyinka macruufka ah ee nebiga soo maray calayhi salaatu wasalaam dad buu la dagaalamayay gaala ah munaafiqiin baa ku dhex jirtay muslimka raba inay burburiyaan nebiguna uu gacantiisa ka dhowray aanu rabin inuu laayo isku day dil bay ku dayeen wahamuu bimaa lam yanaaluda ilaahay qur-aanka ku tilmaamayo wax kastay ku sameeyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam maca daalik si aan bulshada muslimka ah khalkhal iyo muran u dhexgelin aan loo odhan nebi maxamed cidda la socoto u laaya
nimankii waxaa sameynaya munaafiqiinta nabigu ma laynin waxna isagoo garanaya bale saxaabada qaarkood xudayfa ibn ulyamaan u sheegay hebel inuu munaafiq iyo hebel munaafiq iyo hebel munaafiq iyo hebel munaafiq iyo wuu sheegay magacyadooda biasmaa'ihim buu qaar ugu sheegay haddana nebi maxamed ma laynin isagoo ilaalinaya sumcadda ummadda muslimiinta oo leh markay yidhaahdeen aan dillo waa munaafiqaniye wuxuu nebigu ku yidhi waxaan kaa baqayaa inay dadka kale ku sheekaystaan nebi maxamed ciidankiisu lahaya dadkiisu lahaya wuxuu joobay inuu yidhaahdo nebigu calayhi salaatu wasalaam munaafiqiintaasi dagaal bay ku qaadeen dagaalkay ku qaadeen waxaa ka mid a ciradigiisa iyo sharaftidiisa inay wax ka sheegaan inay yidhaahdaan nebi maxamed xaaskiisa ayaa nin kale raacday oo zinaysatay caaisha radi allahu canha ilaahayna saxaabadii wuu itixaamayo nebigaba wax waxyiya oo masalada ku saabsan bil baan laga soo dejinay bil baa magaaladu war a waday caaisha zinaysatay nebi maxamedna aamusna waxyina samada uu ka iman waayey caaisha ay xanuunsatay oo gurigii aabaheed iyo hooyadeed la geeyey oo warku tiro batay warkaa tirada batay dadkii runta mooday saxaabaan munaafiqiinta ka mid ahayn baa ku jiray saddex baa ka mid ahaa ninkii gabyaaga ahay xasan ibnu thaabit la odhan jiray warkaa run buu mooday dadka faafiyo ku jira xamna bintu jaxash warkaa run bay mooday zaynab walaashay oo iyana waxbay sheegsheegtay misdax ibnu athaas nin la yidhaahda isna run moodo wax sheegay ninkan misdax la yidhaahdo abibakar waa qaraabo waayo misdax hooyadii iyo abibakar baa habro wadaaga markaa abtuu ugu toosay misdax waa nin muhaajira oo maka raggii ka soo hijrooday diintooda la soo hijrooday laakiin wuxuu ka mid yahay fuqarada muslimiinta abibakar baa beeliya isagiiyo hooyada laakiin warkan buu run mooda uga qayb galay bil kadib baa ilaahay qur-aan soo dejiyey caasho looga markhaati furayo inaynay zaaniyad ahayn ciddii tidhaahda caasho waa zaaniyad ilaahay buu beeniyey wuu ku gaaloobayay ilaahay baa qur-aan soo dejiyey ilaa caaisha xuma kuma dhicin kuwii warkaa sheegana inay munaafiqiin yihiin abibakar culamaa ilxadiid markay ka warramayaan waxay ku tilmaamaan inuu yahay nin xaruuriya nin cadhab kulul buu ahaa marku cadhoodo mawaaqifta axaadiistu ay ka soo aroorisaa inaad ka dareemaysaa inuu cadho kululaa laakiin nin qabsoomana wuu ahaa marka xaqa loo sheego markaaba cadho burburku uu ka baro abibakar wuu cadhooday wuxuu ka cadhooday ninkaa gurigii nebiga wax ka sheegay ee inanta yar ay qaraabadayin wax ka sheegay ee abibakar dhowri waaye ninkaa biilinaya wax siinaya wuu ka cadhooday cadhadii buu abibakar waan dilayaa iyo waan argoosanayaa iyo waxbaan yeelaya baabkaama marin abibakar wuxun buu ku dhaartay war wax dambe ku siin maayay dhaaf waxbaa biil dambe inaanu siinin ayuu ka dhaartay ilaahay baa qur-aan soo dejiyey innaga wax laynagu barayo qur-aanku wuxuu leeyahay وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى إِلَهِي وُحُو لَيَ يَيْ كَدْهَارَنِ كُوِي دَيْرَادْكَ لَا سِيَيْ إِيَ بَلْبَلَارِنْتَ نَلَشَ إِلَهِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحْ كُو سِيَيْ يَيْ كَدْهَارَنِ إِنَيْ وَحْ سِيَيَانْ قَرَابَدَ إِيَ مَسَاكِينْتَ إِيَ مُهَاجِرِينْتَ إِلَهِي دَرْتِي وُسُو هِجْرُودَي kadib baa ilaahay amar bixinaya wuxuu amar ku siinaya abibakar iyo wixii ka dambeeya muslimada walyacfu walyasfaxu baa ilaahay ha caafiyaan oo ha ka jeestaan arrintaasoo waxba yay ka soo qaadeen oo waayo ilaahay wuxuu leeyay alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum idinku miyaydan jeclayn in ilaahay dembigiina dhaafo innagu maalin walba waa dambaabnaa isagoo ilaahay ku abuuray oo ku arsaaqay oo ku caafimaadiyay oo waxaasoo nimcaa ku siiyey wain tacuduu nicmata allahi laa tuxsuuhaana tirin karin ayaad haddana nicmadii uu ku siiyey halkaad shukrinaqiisa iyo cibaadadiisa ugu adeegsan lahayd ayaad macsi ku gashaa haddana hadhow baad gacmaha taagtaa tidhaahda yaa rab ilaahu dembigayga cafi idan ilaahay wuxuu leeyay alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum idinku miyaydan jeclayn ilaahay idiin dhaafo adiga marka in yar lagaa galana cafiyi maayo waan argoosanaya
أدوم مركز إلهي دم جفاك شناء إلهي عفي دلما يسقفط ما هبا إلهي لي أبي بكر إلهي مركز حلي عفي أبي بكر وعفي بالكسين واسي صدت المركز وقويس كم بركدو دي خير كودي بيكمته قويس كم رير أبي بكر إلهي سبحانه وتعالى ينقو وحو ينقو بري وحكست الله شيغو حتى عرض قاقا إيا شرفت دادا إيا حاس قاقا إيا رير قاقا إيا كان هدين ميلا قاقا وعيبها انت اللي بلغوك يستوى يبان طهي وعيدك وقيستا يكم من نغطة مدى دادوك بيلين يسوي وحسين يسوي وقرابية طلقوا لها عندنا إلهي وحوك فرينا تسعفك سوى قرابة يطلبك لها يؤد بيلين يسوي قف كافك وششي وعلتي هنا دوك ماغ ماغ وحضر لنا سوى وحسك عادية لكن قفك كوكوحي قاها دوك ماغ ماغ قفك كوجحي قهدو كم ما جاء هذا أبالك كل هذا ما قهدني سيدة ويا أبالك واحد سجي سينو كوا أبال بدين وعيق ولاي ما ضي حمه كما تسجيني إلهي كاسبو عليها عفين صحابة دي واحد كه جرودين أدم كودي مال كودي وحد يرن إلهي درتي بوقتها لكن دقال كي كوا داي قال الله قال مركي قاله يجي قريش دقال كي نحمري غزوة بدر يغو ترير با إلهي وهيلي سبحانه وتعالى دبتنا وحي جبيان قالده مركي جبيان جماعة المسلمين تهيت سدح قيبوت با النغدين قالده شبطي قلع عيمدسة وصيفر نسو إريته قالدهنا مركي لغا هدواي وحي سكوب ديان وحي ستين ونانين ايداديان سفر ده هيا اورت يلوكتو باي ونه يرين كرتو وده سيداني مكملتريغان لوجيستيكس كان غار كاواتا ايا وحا كان ما هين قفو لبا رركي سعوني دي وحي سولاني سيغا ستي وكو قفكي چباي اي وعرار اي وحي سكود دي اي وحان عسلين اي ونانو نسكا داديو كوح مركا مسلمين تكمي دي قولدن بي اريدي كوحينا وحي لداديه بقراطة وصور ورسي كوحينا كمي آمن هين قضية دي وحي كوحر النبي عليه الصلاة والسلام ويقعد كهي عبادة بن الصامت صحابي قال إلى هذا حديث كورينا يوح ليه فساءت أخلاقنا حوله اللي صوق قري رقوة بسارة سيهي وحي أدون لها استفراء الله قصه جرودي ولي فتوحات ما دعينا مسلمين توحبا ما يفرن مدينة لوجوغا هجرو او محبا لغو هيسنن وحوغاقي قالادا لغفرتي ايو لي عبادة ابن الصامت اخلاق دا يدي باكو حماتي والغو مرمى والغو ارورساتي وحي الاه دي انتانا نقافا ارورسانو دي دعساني والغو قالادا اريدين وحي الاه دي ما يدان قرتين انتانا نبوا قري كار الهيني وحن كف غين اني قال كان شبيبا نسي اريد ولا ديك لنا وحد هذا نبي نبي قال الى لين اني عليه الصلاه والسلام ما نن وحقرا واي حد ريم يسنفت ابن ادم كاي الشحيح انما دو سيكوتين من كي شال اي تخوله هودي اسك غيمي اي الهي درتي وغيمي هذا نفت ابن ادم كي مركه لا كاكعيو ادونك اي سو قبصته اني دعي كرتو إلهي بقرآن سودة جيي بدر كورمية انتي آن لقا ورمين بدر إيا سيدة يقول لعضي إيا وعضرها المسلمين تموتيين إيا قالت سيدة يقول لايين إيا إلهي سيدة يقوه إليي وحلقا بلاضا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله إلهي وحو سبحانه وتعالى لي حوله إلا دعيي بيكويدين يعني هو حكم كود إلا يا رسول بويا لقم الجوابين حكم كود الصدر نقول يا آيات كوب يا فرطانات أي إلهي كي جواب يا سورة لكن وحل غب لابا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إلهي وحل أيوار إلهي كبقى وأصلحوا ذات بينكم صاحبة البين أو ذات البين و كلمات مضادك في اللغة العربية أي الفرقة هي والوصل لبضب والإلهة هل كان فرقة دي بيوجرته
إلهي سبحانه وتعالى وحليه وأصلحوا ذات بينكم وارحلوا الكيدين لحية أما فرقة ذاتين لحية وناتية واسكو حدمة وواطيعوا الله والرسول الذي الرسول كيبا أقبل إن كنتم مؤمنين هداتهم بالرب لي سبحانه وتعالى هو مؤمنين إلهي سبحانه وتعالى جماعة يرحر قفتا لحق شيء لقصاره أي القرآن كي بدر كور رمى يولن يوحي يقول لقاري لوغو بلاغي وهي قضية وقضية مهمة كدب إلهي سبحانه وتعالى آيات كدبها دانا وسيدقي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الريحكم إلهي وسيدقي عندنا غزوة أحد أي سب ركتك لله براي مركز النزاع يما دي يسغب غبسك أيو إلهي الرسول كيسو لا دعوة وهي سيد الله جبا وراك وحوين براي مركا هذي جماعتها إن السلاح ذات البيل قرادي هذي اللي بفردتها اللي بقفتها إلهي وحولي إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم لاتك مؤمنين تي ولا له فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إصلاح كان إحرادية ولا لدن بالرب إليه سبحانه وتعالى حديثك الصحيحين كقصار ورأي النبي عليه الصلاة والسلام سيقوا وقريه سيمت كمي دو كتيرة أيوح مغلي لبس صحابي ومساجد كسكوها استدى حديث وكعب بن مالك صحابي قيل لورنجري يا ابن أبي حيدرة ابن أبي حيدرة صحابي لورنجري ابن أبي حيدرة صحابي قال الله إله دو الدين بكاء ما هذا كعب بن مالك وقت قيل دين تنوي قادي وأنو بحنك رواي دبا تنوي أسخف صدر هذا الكامر كتاك تاقمي نبي عليه الصلاة والسلام هذا الكوديب ومغلق أبداً أننا مرمى يمساعدت كان لحديث يسكوهي كدبنا نبي عليه الصلاة والسلام أنت حجرة دي سكا صباحي أي كعب بن مالك يارا يا كعب واركعبو لبيك يا رسول الله أيه جواب وأجيب يا مسكوا داعي إله رسول كسير نبي عليه الصلاة والسلام قعنتو وحوغت المامي كعب مركا وحموشنا يا إنو ننكو دينتا ننكا نسك الدائي وحو يشارك عنتا واربد كده برد يعني نس ننكا كناف كعبو حيري مركز قد فعلت يا رسول الله وإيارا كي كالو نبقو حقولي قم فقده وارد نكع وباقي صبح مينو كرادي يعني النبي عليه الصلاة والسلام لبدا سحابة مرنسن بول لحق قلو وحكو لحن حادي كي حولا لهانا وحو الورنس كده كي حولها اللو دينتا لغولا هانا وحليلي ورد بحو نسكة كلاسيو نرادب النبي عليه الصلاة والسلام إذن لبا فردها ديين وحيدونا ناس باهي أنا وإلا نحقلا لبا طائفة ومسلمين تكمدها ديين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما لبكو حضا مؤمنين تكمد هدي استلام فأصلحوا بينهما بايلهيل إحدو ده هجاتية لبكو حض لب مدينة قرلا ده مدينة قرطة رنتا ويدعي كرتا لب لب دو بقرطة رانيا ويدعي كرتا وحل اسكو هيا ويدعي كرتا فهم ديمي دو قل دمي بينوية ويدعي كرتا وحل اسكو هيا انقري يحول يدل يوحل مدينوية ودعي كرتا مناسب سياسية يوحل مديني كو دون بها النقضة إلهي وحلي المؤمنين تهدي استلان لحد حادية ولذلك ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في فتح الباري وحلي هدي دين قلدان طيطة هيبو لي وحا يسكو هيا ضدك أقويها انقيا علماء دا وحا كوركو دا صارا إني حجد بياميان ضدك قلدان اي أشيغان حجد هدي لبادو بقلدين لبادو بين الله شيغبو لي هذا يقول قلدان طهينا إن لو بياميو بيامين تدبادين هدي ديدان مركاسي وفين بغت إحداهما ويقلي يمبولي وين لغي سوهر جيسنا كوحدك لو إلا ما وكنا بغت المامي جماعة ضيك هبسا كيده وحنكو همية رقبات بريا شوغة إن أنا عندي هذا مساعد سيدتك سيتوكي
إن أنا نغب بحوض دتك أسوقه دت إلا جوبا هو حوي لكن هو حيت المامس هو حيكه علينا إنه وحوي قضية دعائك هسية يا النبي عليه الصلاة والسلام يا صحابة دي سو تشوجا مساجد كي النبي وربا سو قاري شيء أهل قباء حافظ قباء مسجد قباء هل كانوا كان السيئ هاي أول مسجد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أما مساجد يجوه الرئيبة نداهنا إلا نساء مسلمين عدي النبي عليه الصلاة والسلام مسجد النبي ويساقا كهري مساجد كادت كي حافظ دا دقنا أي استيلي دبا تنردك حني وحبال لسكتوري نبي قاورك الله شاقا عليه الصلاة والسلام صحابة يسيب الله الله حليه حديث كبخارة ورنية اذهبوا بنا نصلح بينهم وارقل هذا نستشي إن كان أصوى صلاح النبي نبي عليه الصلاة والسلام ولا ضحك انت ونحن انت وذير غيرها كان السلاحين اي اي صلاة دي الظهر لا ادبا دابا تانا النبي جيب الصوبة نقوم ويا عليه الصلاة والسلام مدة للسوبي والراد بلال بابي بكر ويما وحقول يا بلال يا ابي بكر نبي جيب ما هينا عليه الصلاة والسلام الدقة متكينسة هابو يلا ابي بكر ابي بكر ما صلاة قال يا الدقة تكينسة صلاة اللي وجر أبو النبي محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام أو صفقة صار نحكي حي وأبي بكر استبت هذا أبي بكر سه ما أودنا ما سمتش على عنين إنه النبي محمد إمام النقضاء صرته أبو دبوا قصاب ورته نبي روح وشارين وشوق لك ودينا نبي عليه الصلاة والسلام نتفيه حديث كان روح تلمام يا مركز ومشروع كلي النبي محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها وجماعة دي وكجهب صعبة إنه ضد الصلاحية عارك يقول لي مال مال ما كم إذا النبي قام من بركة صارا ساجد كسي من بركة فوشة ودين عيسى نو تاجي هنا يرو ووي هاي النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب يا فاطمة ويل كي نرانا حسن لو نشري أو يربى ماشة تاجر دبيت أنا النبي مرنا ضقوا إيجا مرنا ويل كان يربو إيجا لين عيسى تاجا مرحسو حكوي للصحابة ديسي إن ابني هذا سيد إن كيغا كاني ووايل وسيد ومسيادة دمحوكو هلاي ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين سبحان الله أركاين إلهي سبحانه وتعالى وكو إصلاحيه لبكو حد او وين او مسلمين او صحيح يعني حين نقانا احدي عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ان فتنة بعضي قد يوم مصر كي بيبا كعدو سبي وعبشوين وشيكتي ابي عثمان عثمان عبشوين كودي وكجوابي يناني وحريك عبريان حقيقوين جرتاحي وعليي دبتنا وليك لا وراقية وحوسك قري دبادو فتنة دي وبلابانتي فتنة دا سمك بلابانتي أبي عثمان بن عفان قوام بوقاتي ومدو إساق السبب تيسينا ليسو دليل صحابة دي وين إدبا مدينة شوكتا دولة دي خلافة دا هيدبا نما كان ثورة دا الصمينة يكو كعين أنا كنت دفاعنا بالليلي عثمان أمر وحكم بحي ننكي وركي قادنا يوم مش هذا شو أرجع عدنا إما الدفاع كرتوا لا عسكري ولا قاد ولا عنا رباه نيم شفته عثمان أمر كاسو بحي دبتنا صحابة دي واقع تجي نمان كي الدوادي هي يودين ولا مو كجوابي لكن دقت مرضى الثورات كي أوحى سك عام دد غوغائيين ولا حق لا ما ولا أقل ما سوايو نمان باع عثمان حاجة دم بوق صار دعي سوى قرآن أخرنا إياه اللي دل عثمان بن عفان لكن اللي دل صحابة دي عالم يتجه علي وحلا ويدي إنه خليفة مسلمين تنقضه وكور وريجي أخيرا هو أقبله بيع على لك علي علي بن أبي طالب وحب وأم قاتين الدولة دم رفت الدجيه صحابة كلا وحي أمه قاتين قصاص الله الرئيسيه إلين عثمان عدي يدي الشيء مرتها الله قصاصه
ديو عين تاسو مغطل عشرة المبشرين رقم ميدا كجلا زبير بن العوامي طلحي حكو جرا عائشة حكم ميدا ولد الشام جوكتين مركا إياه وحي يقول مغطي رأيي أه إن هرت لقصاصه عدي عثمان بشيء علي بن أبي طالب وأمير المسلمين وحي يقول مغطى دولة هرت إن لدكيه وقصاصته وحكوه الرئيب وقبا علي مشكلة بهاي ستخل فدي إسلامي هيدي دولة نمدي يكال الضمينتي هلا سواء عليو واختيقا كدب وهي أحكام لفلنك رأيها لفلنك بس الذي استضعف ناف بيكون عضي أخيرا لمن كي فتنة دوذي هل أي وحن الدقان دان يقوم اجرت وحيك عبصر يعني ان احكامتي لمريو دبتنا قوب كستو الله يسوي ما داما ودا هذا وكل عام سوء لعب الدقال با بلاد ما كوحاني بلاد ما مركا حرب الصفين باندعي حرب الجمل باندعي دقال الله صحابة بدن كل ما تيه ضد بدني هيا دعي ضد بدن باندعي اخيرا نمان با الشري حج كي كشرين وحيدا دين بلد بوا مدح دينا هستا مدح دين هلا الله يو نك الله يلا هدو معاوية يا عمر بن عاص يا علي بن أبي طالب كوح دين وين ندي الله بيدا دين دكتو مركز فيه الشينا يا واب الله يصنع أرصدي حج كا الله يسكن أرصنا يا فهم قمركو قلضمو بعد قران كارتا حج كا وح الله يسكن أرصنا يا هو نبي محمد يلي عليه الصلاة والسلام كانوا قليا إن لدلو إلهي لو قلوا هذا علي بن أبي طالب حتى قال لسكون أرصدي والله صفري مش أنكي مفرين كوي كالي وحيكو قولي استين إن علي دلاني سقو الصلاة صبح بصوة صعبة الصلاة صبح سقو صعبة حيو علي لدلو خلافة دي السلام يقاهدو حلو دورتها دانا الحسن بن العلي حسن عيدا بقلكم كل دوقة يوم قوان صدي إنه مسلمين تصلح كل إحرادي قوان صدي إنه هشي سيادة كمسلمين تا قوان صدي إنه تضحية كسبة كرسي جيسا سياسية يا خلافة خليفة المسلمين يا هينو كدا دقو سبب تقول إنه كدا دقو يا راني تيدات كمسلمين تا دي قودي إنه تشوك سدو إيه هشي يانو دبلو هشي وانو كوغوليست لو قد دعي كرسي جي بينو قبصد معاوية دادك مسلمين تليه الشيئة شانسا نضادو صحابة داسي مرانساني دي عدي تابعين تهلا سعوتي مسلمين تتولع عصب ما يفرنين وهي يقوم بابا يسكو مشغولة هاي يقوم بيستيلي بعد هذه الخمس سنوات مكي هشيس قد دعي كدب ايا فتوحات كي سلام يوحي بلابنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام حتى المام يا إن ابني هذا سيد أنا قويل كي كان هو سيد النبي عليه الصلاة والسلام سيادة التانية أضي نمدا يوايا لمدا محقها لي إنه يهي محي إلهي قعنتي سوكو السلاحية طائفة أما طوائف مسلمين وإسحي سوى الدل يدي يقول نحمري وقضايا سياسية إسحي عام الجماعة لبحي مسلمين تدب وده الشيء حسن بن علي نوحا أقبلين وخلافة ما كان كتنازل دولة المسلمين تهي عدك لو قالوا أي سيان إنه هشيس اللي قلت قلت وحقوا فيلم نبي محمد عليه الصلاة والسلام قريش مركا يستيليين أما قريش الدقال كل شرطان قريش وحي أقبل شيء بلين أي هشيس قلت قلت وحي صادرت إنما مركا إسلامي وصحابي صحابي قال صادري سهيل بن عمر صحابي اللي ورد جري ومركا قال هذا كترسل أي صادرت سهيل بن عمر ولي بوحي إلى أن علماء التاريخ الرقم مدي وقريه لقى إسلامي علاد كتر تيبو كمدها أفر ويلة ودلية صدح نيني ولاليين با انتو با سلامة لو وضيت دقال لنسان وواركا يقوي سكينين لغا نعي
سهيل بن عمر يو نبي عليه الصلاة والسلام هشيس بي وضا قاله هشيس قريش وحي ربطاه مر نبا إن أنا لأورانين يوغوان أفصحين عدين مكتب أداز قصد لغيمي مسلمين تكوت من مسألة دار ما أقبلين صنع كروين عن نقطاني اللي وبيلو عمر ما شرته صنع كدام بك عليا يدين كو سيتا هب مسافر قاطو قرى أنا نمقى لدان ويدين كبحينا وعيبنا لاركو يدين كو ميشا مرمريان أنا نتشوقنا ويدين يا رب النين إنا صدح عشو عمر يستا بحا حيبا لقوه الشيء وحكم ده طبعا صندوق دين دقال كالتشوشيو وضط قبلو هشيو وحكم ده عدي مسلمة يان غيره هذا صوف الصحيح قال هذا كتب ماذا إن مسلمين تعليان وقرش تبلغوا عليه عدة مسلمين تكسر الردو ده حاجة قال هذا تمادنا إن تبلغوا سوء عليني فبندي أيهو حقو هذا قدر صدين هشيس كان نوع عاصية قبائل ككلاع عربات عد ولبا عدي اي كبيرتو اني حقو لي عدي هشيسك طرف النبي محمد قال عليه الصلاه والسلام اني قلي كرتو طرفك قريش عدي ربط اني قشان اني قلي كرتو وخزاع با النبي محمد حقي سكبيرتي وليك انا حق قريش بك كبيره هشيسك اسلو نبي بو اقبالي ان الله قال هشيسك مسلمين تدوين با وجهتو هو اول مره الله اعترافه وقريش أقبشه أول وحي أركيين كوح ير والدين تودي كبحضي وبحصتي وميل دكتي وطقال للوضع لكن مركا كان والدولة هشيس اللي لقى لي هو نوع من الاعتراف لو أقبلاضي وما ذهل كيدا ندقاني نيتهاي قل هذا اللي حقه ده شوكته هشيس كما كي وأقبلي نبو عليه الصلاة والسلام أي علي بن أبي طالب اللي لقر هشيس علي بن أبي طالب وحلي لوحد قرطه هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ووحي النبي محمد وإله رسول كيسي كله الشيء وكأدب يلي أقرب لقيا على وقر سهل بن عمرو قيل هذا هو قرني إن النبي تهي يا رسول كل ما عندك على ماني ما قعدك قرب يلي وحن كلامك مسح واحد قرطاه محمد وين عبد الله ووحي هشيش كخولا قال قريش لكن رسول الله ذاك مصح علي بن ابي طالب قال ما اله رسولك سديدتي والله ان انا مصح من وقوع الله يسا نبي وحي عليه الصلاه والسلام الهي ما كن ارتي الهي رسولك سيبانه حتى هداي بين سا علي نبي يقول بل ماشي قرطي تص نبي وحبه مغرش له وحرم اخرج على اوت المامين نبي قاعد انت سكون مصح ويتنو في الوحد قرطه بسم الله الرحمن الرحيم سهيل بن عمرو حلوكاد أقرب وامحي الرحمن الرحيم كانوا قرن ما يقول الرحمن كانت شيء شيء يوحي إنه نقاني قرؤوا أه بسمك اللهم ما قال لي أيام قبل أو نقر لكن الرحمن تا كده أبوك يقول يبقوا حلو أقر سيدي فلان بسمك اللهم قر إيش يسكاس مركي لقالي ونبقى عليه الصلاة والسلام لقى لي أي واحد سيسوي تاقيبا وضي أن ينمرد علي ومسلمة وماله الوحرة كصاب حصدي وسلسلة دا تشيدي سلسلة دا كحرينيهين ولي مسلميني سلما أنت مسلمين تكوسوا نباتات هلك كالراعي دبتنا وضي وحوري كم باوقوه الرأي وحن الشيس لقوه لقى لي نبي يقول حلو ولا هيش يسكي ما بين الدم ما ينسى ما يبول واحد دم بابي كيك ولا قلي ما يهدان كان لعلي كان بقى كوكا نبي يقول حكوا لي أجسني وكان يسيدا ملكا ونيسيدا ما أقبل يوي وكل علي نبي عليه الصلاة والسلام ودي صحابي جنا وقايلنا يا ولا المسلمين ما قال يقول علينا يسام يدو وحا ركتان لي بسمية ما هو حرف تاني الدين تيجي تلاقي قفتنا أيه ورنا ما كان دي بهيجوا علينا نبوا ليه نبوا عليه الصلاة والسلام والله هذا هو حقيقي بجندل صحابي كان يرى الله يدعوه يا بجندل اصبر واحتسب بنا بلن بان قال بلن كان كم بحه
الصبر ووحي كسو قاله إلهي درت حساب صبر صبر أتكيسو وحي اللي بكونا عنا إلهي درت حساب صبر أنا ورب الله ما أنقلك بحماي نبغو عليه الصلاة والسلام حلين هشيس بولا قلي قريش أهين دقال كالي تشوكي والنوع من الصلح هشيس كان ظاهر كيسا سيدا تطقو أي موديين حل موديين أي قريش مرصتي لكن ما أها على الآن لبصا نضوض وقولو هشيس كان سي شقي كدب قريش باب بريسيبا لبدا سنضوض وشقين أيهي أول واد دقال ما سعدي dagaalku iyo seefta markay socotana dadku isma dhageysto laakiin markay seefta la joojiyay ma jirin bay dadan nin arbeed oo aqal leh oo diinta loo soo bandhigay ilaa iyo uu islaam islaamku uma faafin labada sanadood sidii uu faafay intii ka horeysay oo dhan waxaad ka garan kartaa marka kan nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam kuni afar boqol kuni shan boqol oo nin waxaan gaadhin buu wataa لما سنة كدي مركو مكة قبسنيني وحواتي محي طبان كون سيدات كون عسكر إذن طبان كون كل دولو يعني هو حاصل ضدي ويسوي سلامة بل أصحاب العقول قادة دي قريشات رقوا دي وقوم مهم سنة رقم مدى الله بضان سنة النبي قوي سلامة عليه الصلاة والسلام رقوا يسوي سلامة سلحة حديبية انتي اللي وجري دي خالد بن وليد بكم مدى عمر بن عاص بكم مدى رقوا ويناي سلامة سوقا إذا محي ده دان فرصة النبضة اسلام کو کو کرا یا وحکومت نقض دیت که حریه دیان نبض لصیه اسلام کو کو کرا ولی دالک من نبی علیه السلام هشیس بولگر الهی نه هشیس کا قرآن کی سو حکوت المام یون فتحیه اینا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما وينصرك الله نصرا عزيزا فتح كان علماء كفصرا انه يهي فتح مكه ما هين يهي صلح الحديبيه انا فتحنا لك فتحا مبينا طني انه يهي صلح الحديبيه ويوا فتحي كاني ان الدين تدت سيخو غن سو غلا فتحي كاني ان بلشده المسلمين تي خوغيسته ان اي عيد ولو كلو اسك دحين كرتو وفتح وصلحي كاني إن اعتراف دولي يهشو دولة دي يريد المسلمين تهيدا مدينة كجرتي أو أكبر عدو كسهر جيدا وضطك قولها وأن اللي يرنك صوب حصطي وأن نقا ترسل أيهو اعترافي كيان شرع هي دولة جرتي ريتي قريش با اعترافتي دبيتنا وحي نغطي أعرابتي يا قبائل كي كلا عربي دي اسكو إيه بلدقال كودو ميشكو قبا قبوبا إن اينا اعترافنا نغضا بمجرته إلهي وقت الماما ويتم نعمته عليك وطي الصومالية دو جاهلة وحا لغا شاك كتابة اللي ورك دان تيمو وقبو يري جاهلية دي الصومالية دي هوري وطي كمي دا اللي يري عين كانو من قبر دي بوسكا قاطر فرس الكرد حاسم القبا مرغا سوى دا الموقع يو يري مهري مرسي بدا تيري دا سلاطا كتاب قولي قما يشارع وقما ورسكا دا كتابة اللي دان تيمو وقبو يري هو قبر دمانو باهنا يا كتاب الله دمت إلى قبر دماني إلهي وحينا لي أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليه بسددك وحي كبقيا إن إلهي كأحضة وهو عدالة نقوك رواية ورك إلهي وإي مبا إلهي لي وقلبي كبقى سوي الشك السيء مسه وحي سليين عدالة ما ها كتاب كان وحو شيغيو اللي يا رسول كي وحي شيغيا إلهي وحو لا ينتاس من نكو مجرو كتاب إذا كان يقع ظالمين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون بإلهي ورك لبا ما هدتك مؤمنين تا وركو دو حويا بإلهي هدي اللوغو يري اللي يا رسول كي إنك لا حكمان إن يلهدان سمعنا وأطعنا إله وكو أقبل وأما قال لي وهو قال سنو وأقبلنا وراعنا كو سان أهبا إلهي لكو أقول استي نبي عليه الصلاة والسلام ودقال كي بدرو ديار قروبية وقال دي إسحيان
ومركي هوري عن دقال كسوة تلقلي لكن دقال كل لحظة كقفصدي وما انتو الرق وغتش على وغرق بض وغبا هبا ناين الرق هلو يتريير رقبا لسعتي صدح بغلي دوري طبقه وما انتو كنتو عيسان يا ولها إلهي وانت نهداد هلاك ما انت دوني الدبل وهو عابد ماي يا واحد عي لبس حابي وكيمي سو هجرون إياه حذيفة بن اليمان يا به يوض الصعودة أي قال دي دحرة كو قبطي عينا كيك على قبطي رسالة دي حقا كو صعودة واحدة دي المدينة يثرب قال دي واحدة دي كو صعودة لأي دقال كان ربطالينا كشار محمد باكو صعودة عيدا كان كلاكو بيريسا كو من بيري نبي لا دينا وحنو صعودنا مدينة هشي سنة لقل بيدي ويدي سيدينا بشرطينا عيدا كاكو بيري ويا الله يبيد هذا هشيس بي لقالين إن أنا عيدا كان نبي محمد كبيرين هدينا يبدينا كصعدانا يبيتنا ولا السيد داي لبدي صحابي نبي قوي ماذا بعد أن إلهي رسول كسيو أدنو أدقى أنت قال قال يا واكا أنا قال أنا منك قال دحدا ينبو قبطي حديث صحيح مسلم كوكي الله دحدا أنا ربو قبطي وحنا ليلي هشيس أنا لقالا إن إذا عيدا كان كبيرنا بدينا كصعطان هشي سيبان ولقل محمد يا الله بين هذا المكان النبي جاي ويديني قال لك أول كيس من أنا وأروح وك ما تشيل أنت قال كانوا جينا عك قلينا لو كسب حسنين يقول نبي جو حكوا إلى عليه الصلاة والسلام نفي لهم عهده ونستعين الله عليه ونتوكل الله يجا بل كانوا فينا يا من نبي جو إلهي نو نقل قال سنة يا أرضوا سكتنا وفرصة قضيضة هشيس قالها إلا قالين وآهن أنا عيدا كان مسلمين تكون صابيرين أيو النبي محمد حلي نفي لهم عهدهم بل بكودا نفو لي عهود يا مواثق ذا أما قال لقا أما مسلم لقا أما الدولة لقا أما الشركة لقا مرها داني إلهي كتاب كسي سنة النبي خلاف سنين وحقوق الصبع إلى تفلسه مثال كلام رئيسي صلح الحديبية بين حليك والرمين هشيسك الحديبية كان عاد هشيسك بنود دي والنبي الصحيح قالي وحاكم دها مسلم قال ده كصوب حصده هدي غيره دي صوت البدان وكالضبي مادان اللي عليه ومسلم لكن هشيس بن أبو قال اللي عليه مسلم قال لك ردوا بحق قال هذا قبطينا على السعلي بنودي هشي سوق كمنا وحاد عي من صحابي يودتي كل بنام مكابة صباح صدي هشي سيوا لك على صحيح دولة كالتك مكية مدينة لك لجوغة صحابي صباح صدي ببصير بالي هذا وحي بمقالة المدينة قريش اللي بدي بيك صوت ودرت نبي قوي ما دنا عليه الصلاة والسلام حكوا إذا دنا إليه رسول كسي وبلا بينك الله نك أنا غيرك ودي مصاف سحينه وصابح صلي أحن ربنا إن له سعلي ببصير النبي قوي أنا قال أبو قوي وش يعني ما كان إنه بلا الله قال أي أراد الرعب ويل ما كان نقص أبو بصير دين بره ما يسين نبي محمد بن نبي نمو بره ما يسين وحوسه بحسن يبوا نبي محمد إنه الرعب أوامرت النبي محمد ما دي ذكر عليه الصلاة والسلام على الرجال ده ندي بقى هشي سكر سدان اللي يبون يبون سو هشي سكو قال كلا قال يو فينا يا يو حد النقا والنقا مكة راع لمكة وراع نبي بقول لك يو في سو قال ده حمر كيل مري هين بالله ما دينا لسقوا ده شيء كيستوا لأن ما كنا واحد كان نصير دبا ولا صعد ولا صار راعي ولا سك شيء شيء كيستميت بقولون وني وصف تعطوا قروح بدره مسؤول ولبا واصف أوفي عنه رجيم لعسي بل تسبق يدي ودي سيفت بقل كسارة ما دخل كشرة كي كلا عرر كي كلو سوئري سقو مدة دلي مدة إري أيو مدير عندك صاقلة عقول إله رسولك سيادو بقل كابي وفيس أن إلهي من كي كسفري من وين دلي ذكر نوايا صاب حصل يبتدأ النبي يقول عقولي هب قوسك الناضي كلوا الدجال أوج أرم مو هلا قول نبي يقول يعيدوا قرقرته وحفهمه هذا إنما كي صار نقطان هذا نوع كلا تبع ضيلو علين دونه
دبتنا مدينة بوسك جمح مال الحال كاسي وسك الدقي كلني ما كان الدولة دي سلام اللي هيدي حدود دي كبح قال دي قال لك هلا كمان نقط مال علاقة الدقي مسلمين تي كلو حساب حصاد أمريكا حق مدينة ما قبطان أبو بصير ويوي ما دان أبو بصير ماشي وتشبهد وحقا يقور الصدق لا بس صدح بقولون إن قاعدين دبتنا وحنا الدجال فوق عضيبة قريش سفر ردو دي كوس عدي شام أيام نبكون نغطي قريش مركز دم بدي بيوح صعب تبعنا وحيد هذا وربندجن هشيسك كوتشرة فائدة كم قبنا برينو نبقى ويا ما دنا وحيد هذا بندجن عين كاها وحنا نقول لين لقى النقطة وعندي مسلمين قصوا بحسته سوء علم كوحداس بقالوها دي نبتكوها يساسي وغمار ما وكاغب الله نبو عليه الصلاة والسلام أبي بصير يعيد مدي سيبا ورلودري وحلي هشيس كاسال لك علي مدينة ويمن كرتان أبي بصير انت أنو نبي قوم من بوحان وصدي وردنتي أبي جندل كيو هرئ ونبو علي يعيدا لمدة أيامك دم مدينة حلو جيه ده هشيس ونبي قول لك علي عليه الصلاة والسلام قالوا أولي بار نبكو المسلمين تمركا كان أيو ما داما وهشيس كاسي الصحيحي نبي هو أقبالي إنو سيدي سأفليو حاضر مالين سي هشيس المسلمين إن إحدى وضاكا قشي دي انت مسلم كو يسوي ما دو وحكو هشيو هن نقطو سيدا يوحو قيب سانيان هن نقطو سي مدحو كلا نغون ايان هن نقطو سي وكلا سهرين ايان هدي وحلو هشيو هدي سلام نمدو ربطه وحق قصبا إلا الرائع مر هدانو شرعي خلاف سنين وحكستو ادتكو دجستو مركا ونظام كساب سن وان كهر امانين من كتاب كيسو نضو وحي لغيان وحي كمديهين مراجع دا دتكو مركا يسقبطان ليسولان نقوني يلفوليني